بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكونه تنزيل من حكيم حميد، وأودعه الله سبحانه وتعالى سنة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما أجمل في كتاب الله عز وجل، وفصل الله عز وجل فيها كتاب الله تفصيلا، وخصص ما جاء فيه من العام، وقيد ما فيه من المطلق، وجاءت السنة بأحكام ليست في كتاب الله عز وجل، لبيان أن الله سبحانه وتعالى ما فرط في شيء إلا بينه، إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في آخر الزمان أناس يدعون أنه ينبغي الاقتصار على كتاب الله عز وجل، وأنه لا حاجة للناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا يعرفون ما يصح منها وما لا يصح، وأنه لا يجوز التعبد بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسموا أنفسهم بالقرآنيين وهم لا ينتسبون لا للقرآن ولا للسنة، لأنهم لو آمنوا بكتاب الله عز وجل لآمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه كما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بما يدل على إعجازه صلى الله عليه وآله وسلم قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا أنه يوشك أن يخرج رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام أحرمناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أنهاكم عن الحمر الإنسية، وأنهاكم عن كل ذي ظفر من الطير، وكل ذي ناب من السباع، وعن لقطة المعاهد،
ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أولا فيه معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخباره عن خروج قوم يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، وأنهم يهجرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرضون عنها ولا يقولون بحجيتها ولا بجواز العمل بها فضلا عن وجوب العمل بها. وهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما آتاه الله عز وجل هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، آتاه الله سبحانه وتعالى السنة التي أوحى الله عز وجل بها إليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بلفظه. أما القرآن فهو كلام الله عز وجل كما سمعه الأمين جبريل من رب العالمين، ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. وأما السنة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الإلهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزول جبريل عليه السلام، وإبلاغه من الله سبحانه وتعالى السنة، وما تجده أيضا من المنامات في حق الأنبياء، فإن رؤيا الأنبياء حق. فكل ذلك وما كان من اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم وأقره عليه الوحي فكله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فكما أن القرآن وحي من الله فإن السنة وحي من الله سبحانه، ولكنها بلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين الله سبحانه وتعالى في ذلك في كتابه. فقال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكرن ما يتلوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوتهن من آيات الله والحكمة، أي من آيات الله والسنة. بل امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين بأن أنزل عليهم القرآن والسنة، فقال ربنا سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم الكتاب والسنة. وإنما يعلمهم الكتاب والسنة ليعملوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في وجوب اتباع السنة: هي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اقتفاء أثره والسير على دربه والعمل بمثل عمله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج يقول: فجعلت أنظر من بين يدي مد البصر من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا وعليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، أي ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو سنة، يقول: وما عمل به من شيء عملنا به. فهذا بيان على وجوب اتباع رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم. والنبي في كل موقف في الحج يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فبين الله سبحانه وتعالى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأفرد الله نفسه بطاعة وأفرد نبيه بطاعة، أي أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة، يطاع فلا يعصى، يطاع في كل أمر ويجتنب منه كل نهي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما أولي الأمر فقيد طاعتهم بطاعة الله وطاعة الرسول، فنطيعهم ما أطاعوا الله فينا، فإن عصوه فلا سمع لهم عندنا ولا طاعة، لأن الله قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن طاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن كل من لم يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. فينبغي الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى حذر من مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم في أي شيء كان، صغيرا أو كبيرا، فإنه لا ينبغي لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب لهم عذاب أليم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يلقي الله عز وجل بشؤم معصيتهم، أن يلقي الزيغ في قلوبهم فيشركون الله ما لم ينزل به سلطانا، وذلك من شؤم معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال سبحانه وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به، سواء ما جاء به في كتاب الله عز وجل أو ما جاء به في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى تعالى بين أنه أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه السنة، وأن السنة منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي وأنزلنا عليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فسمى الله عز وجل السنة ذكرا كما سمى القرآن ذكرا. وقال الله عز وجل: إن نحن نزلنا
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى على العموم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يزال هناك علماء عاملون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من ناوأهم ولا يضرهم من خذلهم، حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، حتى يكون آخرهم من يقاتل الدجال. فإن الله سبحانه وتعالى بين بقاء الحق إلى آخر الدنيا، سيبقى الحق ما بقي الزمان ويبقى الحق ما بقي المكان. فالله سبحانه وتعالى بين أن السنة ذكر وأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه جبة وعليها أثر الخلوق وعليها أثر الطيب، أي عليها أثر الطيب في الحج، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصنع في عمرتي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال: أين السائل؟ فجيء به فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر إنما جاء من الله عز وجل، ولم يكن ذلك قرآنا يتلى أو يتعبد بتلاوته، وإنما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن التي فيها الأسئلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، وليس ذلك في كتاب الله، وإنما وحي آخر، وهو الوحي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر عباد الله يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل السنة ليبين الله عز وجل ما أجمل في كتاب الله عز وجل، وأنه يفصل آيات الله سبحانه وتعالى تفصيلا، فيظهر تفسير كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن العمل أن ترك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي إلى هدم دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته؟ فهذه صفة الرجل الذي عنده البطر وعنده الجهل، لأنه قابع في بيته متكئ على أريكته، لم يتعلم العلم الشريف النافع، ولم يزاحم العلماء بركبتيه، ولم يكلف نفسه عناء السؤال، وإنما يذهب أولا إلى الإنكار، إلى إنكار ما يجهله، وهو لا يعلم أنه جاهل. ولو أنه تعلم العلم الشريف النافع لعلم أن الدين لا يقوم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هدم السنة يؤدي إلى هدم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤدي كذلك إلى هدم التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته صلى الله عليه وآله وسلم، في عاداته، في أكله وشربه، في منامه، في يقظته، في مشيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها من المستحب والواجب، إنما يهدم بترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والله عز وجل يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانظر الأسوة الحسنة، هذا الخطاب خبري لكنه يراد به الإنشاء، يعني يتضمن الأمر، هذا وإن كان خبر إلا أنه يتضمن الأمر في طياته، أي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتأسوا به. وإنما يحكي الله سبحانه وتعالى أن النبي نعم الأسوة ونعم القدوة، وفيه دعوة للناس جميعا أن يتأسوا به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسيروا على دربه، وأن يقتفوا أثره صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل في إبراهيم: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإن الله يحكي لنا الأسوة لكي نتأسى بإبراهيم عليه السلام كما نتأسى هنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يحدث التأسي إلا بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأخذ بها، واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه هي الأسوة الحسنة. فبين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته قابع في بيته في حياة الترف والبطر، لا يخرج لتلقي العلم ولا يتكلف العناء، ثم ينكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. وهذه دعوة كاذبة، لأنه لو كان يقول بالقرآن لقال بالسنة، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي كل ما جاء، لأن ما من صيغ العموم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، معناها وكل ما آتاكم الرسول فخذوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو المعنى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يجب على كل من انتسب إلى هذه الملة أن يأخذ كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يأخذ ببعضه ويترك بعضه كما فعل بني إسرائيل من قبل، فذمهم الله وعابهم فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالله سبحانه وتعالى بين أن على العباد أن يأخذوا بالتشريع كله، سواء كان بالكتاب كله أو بالكتاب والسنة، ينبغي عليهم أن يأخذوا بكل التشريع. وقد جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة أو الواصلة والمستوصلة؟ فقال: نعم. فقالت: إني قرأت كتاب الله عز وجل كله فما وجدت ما تقول، لأنه يقول لعن الله، إذن لا بد أن يكون هذا القول في القرآن أو كما فهمت هي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو قرأتيه لوجدتيه، فألم تقرأي قول ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة. فبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أمر الله عز وجل كما يكون في القرآن إنما يكون في السنة كذلك، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرسل مناديا ينادي يوم خيبر أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن نكاح المتعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم
لأنهيانكم، وهذه ليست آية في كتاب الله، وهذه ليست آية في كتاب الله. فأين نهى ربنا سبحانه وتعالى هنا إذ أخبر الصادق المصدوق أن الله نهى عن نكاح المتعة ونهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية؟ فأين نهى الله سبحانه؟ إنما نهى الله في السنة، فإن الله عز وجل ينهى في الكتاب وينهى في السنة، ويأمر في الكتاب ويأمر في السنة، وأن الأمر الذي في السنة إنما هو أمر الله عز وجل، وإن جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النهي الذي في السنة إنما هو نهي من الله، وإن جاء على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أي ومن يعص الرسول فقد عصى الله. فمن يطع الله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله هو الذي أمر بطاعته. وأنما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بوحي من الله عز وجل، فالأمر أمر الله والنهي نهي الله، جاء ذلك في الكتاب أو جاء ذلك في السنة. فينبغي للناس أن يأخذوا بالسنة كما يأخذون بكتاب الله سبحانه وتعالى، بل لا يمكن فهم الإسلام إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن الاستغناء عن السنة بحال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك في مواطن، أن الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر جاءت في السنة ونهى عن نواهي جاءت في السنة، فدل على أن الأمر أمر الله والنهي نهي الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وهذا كذاب في أكثر من موضع. الموضع الأول أن الله أمر باتباع السنة في الكتاب، ولو كان متبعا للكتاب لاتبع السنة، وهو قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الثاني أن السنة وحي من الله عز وجل، في قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهاني أناس من قريش فقالوا: إنما هو بشر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتحدث في الغضب وتحدث في الرضا. فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اكتب عني، فما يخرج من هذه إلا حق، يعني من الشفتين إلا حق. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن الأمر أولا بكتابة كل ما يلفظ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما يعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما يقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو دين الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كاذب في اتباعه كما يقول أنه متبع للقرآن. الأمر الرابع أنه لا يمكن فهم القرآن، لا يمكن فهم القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ذكرنا بعض الأمثلة نجد أن القرآن لا يمكن فهمه فهما دقيقا مفصلا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كل من يقرأه من العرب يفهمه، كل من يقرأه من العرب يفهمه، لكنه هناك إجمال في القرآن، وإن كان مفهوما على الإجمال فيحتاج إلى تفصيل لإجماله، ويحتاج إلى تفسير في مواضع، لأن الكلمة في اللغة العربية قد تأتي ويراد بها أكثر من معنى، بل قد تدل على معنيين متضادين تحتاج إلى قرائن وإلى تفصيلات لهذه الكلمة حتى تفهم على حقيقتها المرادة، حتى تفهم على حقيقتها المرادة.
فإن كلمة القرء في اللغة العربية تدل على الحيض وتدل على الطهر، تدل على الحيض وتدل على الطهر، وهما معنيان متضادين، فلا بد من قرينة تدل في السياق على أنه يراد بها الطهر أم يراد بها الحيض. وإنما فسرت السنة ذلك في مواطن كثيرة، منها قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية نزلت على قوم يتكلمون العربية وهم فرسانها، وهم أبلغ وأفصح من تكلم العربية كانوا في هذا الوقت من الزمن، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ وهم يريدون أن الظلم إنما هو المعصية صغيرها وكبيرها، وأن ظلم العبد لنفسه ظلم، وظلمه لإخوانه ظلم، وظلمه لنفسه بالشرك ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الظلم الذي تظنون، اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم المقصود في هذه الآية ليس الظلم الذي ظنه السامع عندما بدرت الكلمة إلى سمعه فظن أنها كل ظلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم المقصود هنا إنما هو الشرك وليس كل ظلم. وهذا كان في أناس يتكلمون العربية وهم أبلغ من تكلم بها، احتاجوا إلى تفصيل في التشريع، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في سنته. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا كثيرة جاءت في كتاب الله تحتاج إلى تفصيل، سواء كان ذلك من تفصيل المجمل، أو كان ذلك في تخصيص العام، أو في تقييد المطلق، أو في أحكام لم تكن في كتاب الله جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك يدل على أنه لا يمكن العمل بكتاب الله إلا بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن دعوى السنة إنما هي كفر وضلال وخرق لإجماع المسلمين على مر العصور. فقد قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن دعوى إنكار السنة ظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، حين فتحت البلاد ومصرت الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكان هناك كثير من الجهال لم يتعلموا العلم الشريف النافع ولم يأخذوا منه بحظ وافر، أداهم إلى ظهور البدع. ولقد ظهرت البدع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم في صور كثيرة، ومنها ما كان في أواخر عصر الصحابة من ظهور بدعة الخروج والقدر والتشيع والإرجاء وغير ذلك من والتجهم وغير ذلك من البدع التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة وبعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولم يكن فيهم صحابي واحد إلا كان يقول بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمران بن حسين رضي الله عنه جالسا
حسن يعلم الناس السنة، فجاء رجل فقال كفوا عنا هذا وحدثونا بالقرآن، فقال ابنه فدنا فقال لو أنك قرأت في كتاب الله وأقيم الصلاة هل تستطيع أنت وأصحابك أن تصلي كم صلاة أمر الله عز وجل بها، وهل تجد في كتاب الله عز وجل أن صلاة الصبح ركعتين وأن صلاة الظهر أربعا وأن المغرب ثلاثا تقرأ في تجهر في ركعتين وتسر في واحدة، هل تجد ذلك في كتاب الله؟ لو أنك وأصحابك قرأت في كتاب الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل تجد في كتاب الله أن الطواف بالكعبة سبعة أشواط والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؟ هل تجد ذلك في كتاب الله؟ ثم قال إن هؤلاء أعيتهم السنة الحجج، أعيتهم الحجج التي يستطيعون أن يقوموا بها، فلذلك لجأوا إلى الإنكار حتى يريحوا أنفسهم ولا يعملوا لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة عباد الله إنما هي في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأوامر جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ولم يبين الله سبحانه وتعالى كم صلاة نصلي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على عباده، يقول افترضهن الله على عباده، فأين افترضهن الله على عباده؟ هل افترضهن الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في القرآن؟ لا يوجد هذا في القرآن، لا يوجد خمس صلوات في القرآن، وإنما يوجد في كتاب الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولم يبين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كم ركعة نصلي في الصبح أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، وكيف نصلي هذه الصلاة؟ هل الصلاة كلها ذكر الله عز وجل أن فيها القيام والقنوت الذي هو القنوت وقوموا لله قانتين واركعوا مع الراكعين، وذكر الله سبحانه وتعالى السجود، لكن كيف يكون ترتيب ذلك؟ هل يكون القيام ثم الركوع ثم السجود، أم القيام ثم السجود ثم الركوع؟ فإن هذا غير موجود في كتاب الله، وإنما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي؟ متى نسر ومتى نجهر في الصلاة؟ لم يبين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وجاءت السنة فبينت كيف نصلي كما بينت كيف نحج، فإن الله عز وجل أمر بالحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن لم يبين القرآن كم شوط نطوف بالكعبة وكم شوط نسعى بين الصفا وبين المروة وكم من الوقت نقف على عرفة ومتى نبيت بمزدلفة وغير ذلك من الأمور، ولم يرد في كتاب الله رمي الجمار ولا وكثير من الأحكام لم يرد تفصيلها في كتاب الله، وإنما ترك ذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. كما أن السنة كذلك خصصت العام، فإنه جاء في كتاب الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فبين القرآن أن الأشياء المحرمة إنما هي الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا جاء فيه أولا تخصيص له، جاء فيه تخصيص له وجاء فيه زيادة عليه في السنة، فإن الأمر بالتخصيص أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان فيما رواه عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحح وقفه وله حكم المرفوع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالآية في القرآن حرمت كل الميتة وحرمت كل الدم، فجاءت السنة
السنة لبيان أنه يباح أكل ميتة السمك، وأكل بنص القرآن أن كل ميتة حرام سواء كان سمكا أو غير سمك، هذا ما يفهم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الميتة حرام، وهذه تشمل كل ميتة، لكن السنة استثنت من ذلك ميتة السمك، فقالت أحلت لنا، فقال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فبين أن هناك من الدماء ما يؤكل وهو الكبد والطحال مع أنه دم، وظاهر الآية أن كل الدماء محرمة، لكن السنة بيّنت أن هناك من الدماء ما يباح، وأنت حين تأكل الكبد والطحال إنما تأكله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت السنة بزيادة على ما جاء في هذه الآية، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث، في آخر الحديث أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، وهذا لا يوجد تحريمه في كتاب الله، والنهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية أيضا ليس هذا في كتاب الله، فجاء في هذا الحديث ألا إني أنهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية وأنهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير. كل ذي ناب من السباع كالكلب والذئب واللبؤة والأسد والنمر والضبع وغير ذلك من هذه الحيوانات التي لها ناب فإنها يحرم أكلها، وهذا تحريم أكلها إنما هو بنص السنة وليس بالكتاب. وكذلك تحريم كل ذي ظفر من الطير كالحدأة والصقر والنسر والبومة وغيرها، فإن هذا كله إنما هو محرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أحكام ليست في كتاب الله وإنما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أحكام كثيرة، هناك أحكام كثيرة موجودة في السنة ليست موجودة في كتاب الله عز وجل، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وليس ذلك موجود في كتاب الله، أن يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وعمتها أو أن يتزوج المرأة وخالتها، وإنما الذي جاء في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع المنهي عنه في القرآن هو الجمع بين الأختين، وإنما جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا ليس في كتاب الله وإنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا من النكاح الممنوع والمحرم، من النكاح الممنوع والمحرم، والعقد يقع باطلا، والعقد يقع باطلا إذا جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإنما ذلك بنص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من تقييد المطلق قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يبين ربنا سبحانه وتعالى هنا من السارق، ولم يبين من أين تقطع اليد، وإنما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا قطع إلا في ربع دينار، وأنه من كان قبل الربع دينار، قبل الربع دينار، الربع دينار هو جرام واحد من عشرة من الذهب الخالص، من الذهب الخالص أي ما يكون اليوم مثل يعني ما يقرب من 300 جنيه، فمن سرق دون ذلك لا تقطع يده، يعزر ويرد المال لأن هذا أخذ حقوق الغير، يعزره الحاكم ويرد المال لكن لا تقطع يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، وهذا غير موجود توصيفه في القرآن. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقطع يد السارق من عند الكوع، من عند الكوع، والكوع هو المفصل الذي يكون عند السوار، يعني تقطع يد السارق من هنا. وأما قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد تطلق على كل هذه اليد، تطلق على هذه اليد، فمن أين نقطعها؟ إنما بيّنت السنة من أين تقطع يد السارق، ولولا هذا الأمر، ولولا هذا الأمر ما عرف الناس من أين تقطع يد السارق. وأيضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بيّنت السنة أن الزاني المحصن أي المتزوج لا يجلد وإنما يرجم حتى الموت، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف
خافت فرجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعز والغامدية، ورجم امرأة العسيف، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية اللذين زنيا، والذين أتوا اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك في القرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك موجود أيضا في الإنجيل يعني الرجم، ثم رجمهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل، وهذا الحكم ليس موجودا في كتاب الله، يعني حكم الرجم هذا ليس موجودا في كتاب الله، وإنما موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ورجم خمسة صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، منهم ثلاثة من المسلمين واثنين من اليهود. وهذا يدل عباد الله على أن فهم كتاب الله عز وجل لابد له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الاقتصار على كتاب الله عز وجل إنما هو ضلال وغي، ويؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ينكر النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك، يكفر بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله بالكتاب والسنة، وأرسله الله عز وجل ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وأمرنا الله عز وجل بطاعته، وبين أن ما ينطق به وحي يوحى من الله عز وجل، وبين الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن نأخذ كل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك عباد الله ينبغي أن نعلم أن هناك من يدبر لهذه الأمة أمرا، وهو من إظهار البدع القديمة التي كانت موجودة، وذلك لهدم الدين والتعرض لثوابت دين الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. هذا لا نخشاه على الدين، ولكن نخشى على أنفسنا الضلال المبين، لأن دين الله عز وجل تعهد الله عز وجل بحفظه، وسيبقى ما بقي الزمان وسيبقى ما بقي المكان، لكن ينبغي للإنسان أن يخشى على نفسه من الضلال، ولذلك عليه أن يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يواجه هذه الشبهات التي تطرح في مثل هذه الأيام في الداخل والخارج، والمراد بها إضعاف المسلمين وإضعاف تمسكهم بدينهم وإبعادهم عن الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن صحيح الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عباد الله ينبغي أولا أن نتعلم هذا العلم، والأمر الثاني أن نعمل به، والأمر الثالث أن نستقيم على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقى ربنا، والأمر الرابع أن نذب عن دين الله عز وجل، وأن ندافع عنه باستماتة، لأن حياتنا به عباد الله وهلاكنا بضياعه، أي بضياع دين الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس الدعوة إلى دين الله عز وجل، ونشر السنن بين الناس، والرد على الشبهات وضحضها. فكل ذلك مسؤولية كل مسلم في كل مكان، أن يعمل بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم وقدرة، حتى يدفع الله سبحانه وتعالى الشرور عن المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وألف بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم مكن لهم دين
دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان والهند والفلبين وإريتريا وبورما وجامو وكشمير والبوسنة وكسوفا ومقدونيا. اللهم انصر إخواننا في الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ضمد جراح المسلمين، اللهم اشف مرضاهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.